السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم دائما في هذا اللقاء المتجدد معكم مراد معرف، بخصوص موضوع اللي طرحناه مؤخرا على صعيد جميع الساحة الولائية، وهو مفهوم الفينو. يعني ماذا يقصد بكلمة الفينو أو بالطائر الفينو؟ ولهذا الموضوع اختاريت تقريبا جو نقولوا ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول غنحاولوا نفهموا شنو هي كلمة فينو اصطلاحا وشنو المعنى ديالها من الناحية الاصطلاحية. والمحور الثاني غادي تكون غنشوفوا شنو كنقصدوا حنا بكلمة الفينو في الولاعة المغربية. والمحور الثالث غادي يكون عبارة عن يعني ماشي خلاصة، ولكن على التصور ديالنا لهذا المفهوم ديال الفينو. فاصطلاحا الإخوة، دائما في إطار المحور الأول، كلمة فينو فهي كلمة إسبانية. باش نفهموها مزيان اصطلاحا غادي نحاولوا نترجموها للفرنسية والعربية، وغالبا شوية صعيبة أنك تلقى ترجمة من إسبانيا للعربية. دائما يجب المرور عبر الفرنسية للوقوف على المصطلح الصحيح ديال كلمة الفينو في العربية. ففينو بالفرنسية يعني فان. وماذا يقصد بالفرنسي بكلمة فان؟ ورجعت لها أنا في الإسبانية ولقيت بأنها نفس المعنى، هو أي شيء اللي هو فيه لافينيس، فيه نعومة، بمعنى أن الفينو هو شيء ناعم. والكلمة ديال الناعم مهمة بزاف، لأن الضد ديال الناعم هو اللي يحل لنا الباب بزاف ديال التصورات في الولاعة ديالنا. فنعيم الضد ديالو كاصطلاحا هو شي حاجه اللي هي كما نقولوا خشنه، شي حاجه اللي هي جافه، ولا كما كنقولوا حنا بالدارجه في الولاعه، ولا شي حاجه حرشه، شي حاجه ناعمه. الضد ديالها هي شي حاجه اللي هي حرشه. اذا هذا هي الديفينيسيون، تعريف ديال كلمه فينو، سواء في الاسبانيه، سواء في الفرنسيه، سواء في العربي. هذا من جهه. اذا هذه هي المدخل الاول ديال الموضوع ديال، وانا دائما في اطار ان الاخوان دائما يسمعوا شي كلمه تتداول في الولاعه، سواء في العرف ديالها ولا في القوانين، انهم يمشيو يبحثوا عليها اصطلاحا ويحاولوا يفهموها، وكما نقولوا يشوفوا الواقع ديالها على ما نتداولوا في الولاعه. اذا وقفنا على دوك على التعريف ديالها اصطلاحا، هذا هو المحور الاول. المحور الاول اللي هو قصير ولكن هو اللي مهم، فهذا هو اللي غيعطينا انطلاقه في الموضوع. عرفنا بانه فينو يساوي شيء ناعم، كانتو فينو يعني تغريد ناعم في الولاعة. وغنشوف في الولاعة غنشوفوا حتى المفهوم ديال الكوديغو اش كيقول. ماشي كوديغو بالذات معين، ولكن جميع قوانين التغريد عبر التاريخ شنو كيقصدوا بهذه المفاهيم. اما في الولاعه فهي واحد الجمله اللي متداوله عند هو جميعا. مثلا واحد كيقول لك بقى عندي واحد الطائر فينو، ماذا يقصد بذاك الفينو؟ بانه خالي من الاخطاء، انه ما فيش كما نقولوا حنا بالدارجه ما فيش غرام ديال العيب. هذا من جهه، هذا هو المفهوم عندنا حنا في الولاعة. غادي نرجعوا شويه للوراء الخوت، نحاولوا نعرفوا كيفاش تبلور هذا المفهوم في الولاعة المغربية للإشارة. ف الله اعلم اول شخص اللي استعمل هذا المفهوم هذا ديال الفينو وشنو كيقصد به، ولكن وقتاش ديمار هذا المفرده ولا هذه الكلمه في الولاعة المغربية؟ في واحد الحقبة زمنية ملي كانوا واحد جوج ديال الأنماط اللي هما سائدين ولا سائدين في الولاعة المغربية، اللي هي الريتم ديال الولاعة الإسبانية اللي كنا كنسميوها بين قوسين ريتم مالاغا. كنا نتعمد نقول ريتم مالاغا غير باش يفهموني الإخوان، ولو أن التعريف ديالو كتغريد مالاغا فهو خاطئ، هو غير صحيح، إلا أن حنا في العرف ديال الهواية باش كنفرقوا ما بين الانماط كنقولوا هذا الريتم ويداني، هذا الريتم مالاغا، هذا الريتم سبتة مثلا. والريتم الثاني هو الريتم سبتة، سبتة هو بين قوسين.
حنا كنقولوا ريتم سبتة، غير باش نتفاهموا، واخا انه مفهوم اللي هو بين قوسين خاطئ، خاطئ اللي والسبب سبب مضحك، انه هذوك الناس ديال السبتة ما عمرهم كانوا عارفين علينا حنا، ان مسمين عليه مسمين حنايا عليهم هما واحد الريتم اللي هو الريتم سبتة. هذه شويه فيها واحد مساله اللي غير مفهومه، ما عليناش. يعني في هذه الحقبه هذه، يعني نهايه الثمانينات بدايه التسعينات، كانت هناك طيور كتدخل من اسبانيا، كنقولوا اسبانيا كتدخل من سبتة، وكان ملي كتدخل هذيك الطيور من سبتة فهي فيها نقاط اللي هي جميلة جدا، وفيها نقاط اللي هي بين قوسين غير ناعمة، يعني خشنة حرشة وهذا. وهنا فين كتدخل الأذن المغربية، كان واحد كيما نقول واحد هاكوارة ما بين سبتة وما بين المغاربة في مجال الطيور، في مجال التغريد، نستورد الطيور، كنقولو استيراد ماشي، يعني كندخلو طيور ديال سبتة، كيوقع واحد الانبهار بهذاك الريتم ولا بهذوك التغاريد. هنا كتدخل الاذن المغربيه اللي كنشرت ليها مؤخرا في واحد الفيديو، كنت بين الاذن المغربيه اذن اللي هي خطيره جدا. هنا غادي نبين لكم بانه في واحد الوقيته في التاريخ الاولى انه المغاربه قدروا انهم يصحوا بالاسبان، انا كنتحمل المسؤوليه ديالي في هذا الكلام، يصحوا الاسبان المفهوم ديال التغريد الفينو، التغريد الناعم، ما كنهضروش دابا على الاخطاء، نهضروا على التغريد اللي هو كاليتي كما نقول، واحد الجوده ولا واحد. اشنو وقع في اطار داك هاكو ارا ودخول الطيور واعاده الطيور خروجها من المغرب تخرج عاوتاني للسبته، كانت واحد الفئه من الهوات اللي كنحيوهم وكنرفعوا لهم القبعه، خاصه في مدينه الدار البيضاء، كتدخل ديك الطيور تباع للاخوان، كيتباعوا التركيبات ديال هذوك الطيور. اش كان كيدير المولوع المغربي البيضاوي، لان كركز على هذه المساله كانت عندنا في كازا بزاف، انهم كانوا ينتقون من دوك الاشرطه ولا من دوك الطيور اجمل التغاريد الناعمه، يعني كيحيدوا داك الشيء اللي حرش بهذه العباره، وكيعاودوا يصوبوا تركيبه اخرى ويتم تلقينها لطيور مغربيه، ومن ثم الديمارة ما يسمى بالريتم السبتة بين قوسين المغربي. كانت كتدخل طيور ديال السبتة لأن تنتمي إلى مدينة السبتة، وكاين المغاربة هما اللي بدعوا وخلقوا واحد الريتم اللي سمينا حنا سبتة، واخا هو ماشي 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 مصيب السبتة، ولكن كانت هناك واحد الإبداع، واحد إعادة تنظيم الأغرودات وانتقاء واختيار الأغرودات الناعمة، ومن ثم ضمار الريتم ديال السبتة بالمفهوم اللي كنا كنسمعو، اللي بغض النظر على أنه كان بعض التجاوزات فهاد الريتم، وكنحييو الإخوان اللي باقي شادين فهاد الريتم هذا، رغم أنهم قلة ولكن نحييهم لأنهم الذوق ديالهم هذاك، ونحترموهم عليه. إذا من هنا اشنو كيتبين لينا؟ بانه المولوع المغربي هو اللي كان يبحث عن الفينو التغريد الناعم. دابا باقي مكندويش على الاخطاء، لان كاين هناك جوج انواع ديال الفهم للاخطاء، اللي غادي نهضروا على المفهوم ديال الكوديغ وغادي نفهموا هاد جوج انواع ديال الهوات ولا ديال الودنين اشنو كيقصدوا بالطائر الفينو. اذا الناس ديال اللي كانوا كيديروا التغريد ديال السبتة كانوا كيقلبوا على واحد الطائر اللي ما فيهش حروشيه، وبداو كيديروا تراكب ديال هاد النوع من التغريد، ومن ثم بدات تتداول كلمه الفينو، يعني طائر فينو، طائر ما فيهش الحروشي. انا كنهضر معكم دابا في الثمانينات التسعينات، طائر اللي ماشي بحال هذوك اللي جايين من السبليون كيكون فيه جوج ثلاثه ولا اربعه نقاط ما شاء الله، ولكن كلشي الاخر كله بين قوسين كامبيرو ولا شي حاجه حرشه، شي حاجه لا تطريب، شي حاجه خشينه. وبدات كتنقى هذيك الساعه هنا في المغرب، بداو الاخوان كينقيو شويه التغاريد وكيخدموا، ولكن الريتم الاخر بين قوسين ديال الملاكا هذا كبقى ديما جاي داخل، كنخدموا به كنحفظوا به، وعند المباريات كيتحطوا غالبا الطيور ديال الملاكا هي اللي كانت كتربح في
في لي كونكور بحكم ان فيها نقاط كثيره، بحكم بغض النظر على العيوب اللي هي كتكون كثيره، ودائما ينتصرون على الطيور ديال السبته، لان طيور السبته كان فيها تغاريد اللي هي ناعمه، تغاريد اللي هي مضبوطه، ولكن بيان سور كان ريبرتوار قصير، وبالتالي فدائما الانتصار كيكون الطيور اللي فيها الماكسيموم ديال التغاريد، وغالي وخاصة اللي فيها لي ماكسيموم ديال لي تيرميناسيون. كتعرف واحد المسألة اللي هي مهمة، هذه قاعدة في الهواية، أنه الطائر اللي كيكون عنده أكثر من جوج تيرميناسيون كيكون طائر جبار، أنه طائر أنه ممكن أنه نفس الأغرودة يأديها ثلاثة ديال لي تيرميناسيون مختلفة وتنقط، وبالتالي التنقيط كيطلع عنده في لافيش وكينتصر. اذا كل ما كان الطائر في ديتيرميناسيون بزاف كيكون طائر كومباتيف، طائر كما نقولوا ينتصر في المباريات بهذه العباره. هنا بدايه الثمانينات التسعينات، اذا هكا كيفاش مشات الامور في التصور ديالنا للفيل. الكودي واش كيقول؟ فما ندخلوا للمحور الثالث عاوتاني نرجع، غنبقى نمشي بيناتهم بين جوج ديال المحاور. لا الكوديغو كيتكلم على ما هو ليمبيو. ليمبيو بالإسبانية معروفة، أي واحد يدير الترجمة، ليمبيو هي التغريد النظيف، الكانتو ليمبيو التغريد النظيف. السؤال اللي كنطرح أنا، ولا أنا السؤال اللي كنطرح ملي كيقول لي واحد شي حاجة نظيفة، نظيفة من ماذا؟ هي ليمبيو ولكن مناش، شناهي الحاجة اللي ما فيش اللي جعلاتو يكون ليمبيو؟ حاولوا تسمعوا معايا مزيان في هذا السؤال. فالكوديغو بحكم انه كيعطينا واحد لافيش ديال التحكيم فما هو ايجابي وما هو سلبي، هو من الديبار كيقول لك انا خصك تخرج ليا واحد الطائر ليمبيو اللي فيه هاد الغرودات الايجابيه، ولا هاد لائحه ولا عائله غرودات الايجابيه، ولكن ما يكونوش فيها هاد الاخطاء السلبيه اللي كاينين في لافيش. اذا ليمبيو بمفهوم الكوديغو هو طائر نقي من الاخطاء السلبيه اللي كاينه في لافيش فقط، بغض النظر على نظريه الحكام ان الطائر غادي يؤدي واحد التراتبيه، واحد لوردن كيما يقولوا، واحد لغد اللي هو واحد لا ميلودي، ولكن هذا لا يعني انه داخل هذاك الاوردر وداخل هذاك عنده غير جبح حوار، راه هناك اغرودات اللي هي ماشي فينو، اللي ماشي ناعمه، اغرودات اللي ربما فيها خشنه، اغرودات كنشموا فيها الريحه ديال الكامبيرو. وتكلمت على المساله ديال ديك الشعره اللي كتمشي عليها الاغروده، اغروده تقدر واحد النقشه تدوز الكامبير واحد النقشه تدوز الاغروده الناعمه. اذا الكوديغو كيقول لنا كانتو ليمبيو، ليمبيو من ماذا؟ نظيف من ماذا؟ من الاخطاء الموجوده في لائحه التحكيم اللي كاينه في القانون التالي. هنا غادي نرجعوا للناس ديال الفينو اصلي، اللي شنو كيقولوا فينو. او ميم طون خاص الطائر يكون فيه تغريد ناعم، وما تكونش فيه شي اغروده اللي فيها ديك الحروشيه، وما يكونش فيه حتى العيب ديال لافيش التحكيم. اذا واحد الباره مهزوزه، هذه باره مهزوزه، وهذا هو اللي صعب الماموريه على بزاف ديال الموالي، انهم سنين وسنين ما قدروش يوصلوا لهذاك الطائر اللي باغي. هذاك هدف حاطينه جميل جدا، تحط واحد الهدف عالي بزاف وبقى خدام عليه، وانت غادي وانت كما نقولوا كتمتع وكتستافد وكتراكم تجارب، وعاوتاني العام الجاي عاوتاني العام الجاي، لا يهم، انه ماشي كيصيب واحد الطائر كيصيبو هاد العام خاصني نصيب طائر باش ندخل للكونكور، هذا ماشي هو الهدف ديال هاد النوع ديال الهوات، وهادو كنحتارمو نوع من الهوات عادي ما عندناش مشكل. واللي الغريب في الامر الخوت نورمالمون هذا اللي كيقلب على الليمبيو يكون ما فيش اخطاء ديال لافيش، ويكون فينو يكون فيه تغريد ناعم ما فيش حروشيه، نورمالمون هذا خصو يدخل واحد العدد كبير ديال الفراغ،
وكنوجدوهم الان بان هاد الناس اللي كيتبنوا هذا التوجه في الهوايه غالبا كتلقاه هما اللي كيدخلوا واحد العدد قليل من الطيور. كتبين لك واحد المساله اللي هي راقيه عند الناس اعترفوا بها، ولكن الاخوان الاخرين مثلا حنا اللي كنديروا داك التغريد اللي كيكون غادي اللي كيمشي للمباريات، حنا راه مرتاحين شويه لان عارفين العيون ما خصهمش يجي، وما كيهمناش يكون ناعم ولا ملا، يقدر يكون الطائر كلامه كله ناشف ما لا يطرب، ولكن غادي يحقق ليا واحد العدد ديال النقاط صافي انا ما عنديش مشكل، انا فين كيتفرقوا الريوض هاد المجموعه هادي، معلاش ضغط اولاعي ذاتي ديالك، لا على ضغط انه خصو يهز الكوب في الكونكور وهذا حق مشروع، ولكن كتلقاهم هما اللي كيدخلوا الماكسيموم ديال الطلبات هما الذين يساهمون في استنزاف هاد الثروه هادي. الان كنعرف انا الان صديق، واحد الصديق غادي يتكلم عليه، دابا نذكر الاسم ديالو غيسمع الفيديو وغيضحك لانه صديق قريب مني وكنعرفو مزيان وغادي وفاهم المغزى ديال هاد الكلام ديالي، يعني انسان مستوى عارفني كيفاش انا كنفكر وشنو كنقصد، وانني لا اقصد احدا ولكن اتكلم في الهوايه ديالي. هاد السيد هذا مدخل دابا عنده على ما قال لي عنده واحد 30 قرع 30 طائر كيحفظ فيهم دابا، حفاظ خدام 30 قرع غادي يخدمها باش هاد العام باش يوجد على الله يخرج لي شي واحد ولا جوج، 30 باش يخرج ليك واحد ولا جوج ولا ثلاثة باش ديهم الكونكو. إذا اش كيبان لكم شوية ديال ماشي تناقض ولكن أمور لا ماشي هي هاديك. إذا هذا غير باش نوضعكم في الصورة ديال ما أقصد أنا بالطائر الفينو والتعريف ديال الفينو. الفينو راه ماشي هو طائر غير ما فيش أخطأ وبس لا ونوقفو هكاك، لا الطائر الفينو عنده مقاييس، هو الطائر اللي فيه واحد التغريد اللي هو ناعم ماشي حرش. هنا كنحيدو الحرشية ديال الخلوية ديال الأغرودات اللي كتشم فيها ريحة البلدية، يكون طائر كيبدا بواحد واحد الأغرودة في اللول ما شاء الله كيتبعها بشي بيبليوس ما شاء الله كيتبعها بشي يعني لا شي طابليطيوس، وهذا ملي كيجي الأغرودة الرابعة كيضربها ناشفة وكيفيني والو. بالنسبة لواحد راه ما دارش ما كاينش فيه العين وكيمشي كلامه كله في حال كيقول عندي طائر فين هدرك ماشي فين هذاك الطائر، واخا ما فيش نقولوا ما فيش العيب نهائي ولكن راه ماشي فين. هذا هو المفهوم ديال فين، وبغيت الاخوان يتفقهوا فيه ويحاولوا. هذا حنا كنتناقشوا دابا في الهوايه، دائما كنخلي حوارات مفتوحه الاجتهادات وهادشي كلشي كنستافدوا منه ابارتي ديال لي كومونتير ابارتي ديال بزاف ديال التفاعلات ما بين الاخوان، جوج الناس كيكتبوا بيناتهم كتشوف شنو كيكتبوا كتستافد حتى نتايا. فهذا هو التدخل ديالي في هذا الموضوع ديال الفينو. نتمنى انه كل واحد عنده واحد القناعه في الهوايه وقام تمسك بها، ولكن غاديش تفوتني الفرصه انه الاخوان شويه يشوروا تكالماو شويه كما كنقولوا ويشوروا في الاعداد اللي كيدخلوا انها تحفظ. راه لا يهم ان يكون عندك طائرات الان ميهمش، المهم هو حنا اننا نلقاوك بانك مولوع في المستوى، ومنين تديو نجيبو معاك في الهضره نلقاوك كاين، وكاين اللي عنده طير دابا، حيت انا كنضد هذيك الكلمه ديال علق ليا ما تدويش معايا انا علق ليا، هذا راه لا يستقيم. راه اللي باقي كيقول هذه الجمله في 2023 كيبان لي انا راه ماشي هي هذيك، ما هيش اسيدي انا ما تقول لي والو علق ليا ما خداماش هاد الجوم، فكروا فيها مزيان راه ما خداماش. فتحياتي واحتراماتي للاخوان وشكرا على التفاعل الجميل ديالكم، وتحياتي والسلام عليكم.